السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا، جزاكم الله خير وإياكم، ومتعكم الله بالصحة والعافية. كل عام أنتم بخير، الله يحفظك وأنتم إلى الله أقرب. منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أمين أمين. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم. أمين أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. كان معي بعض الأسئلة شيخ كريم منذ حلقة العصر مع فضيلة الشيخ شعبان درويش، لم يجب عنها لضيق الوقت. بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. أخت اتصلت شيخ كريم وقال لها بعض الأسئلة، وهذا السؤال لم يسأل، وهو مسألة صلة الرحم. لو قال زوجها لها يعني مسألة صلة الرحم عندي، يعني هو الذي يأذن وهو الذي لا يأذن لها بأن تذهب إلى أهلها، فهل تسمع لكلام الزوج حتى إن قصر فلا وزر عليها ولا إثم؟ شيخ كريم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. الأصل أن المرأة لها حقوق على زوجها، قد بيانه الله جل في علام إجمالا في كتابه، وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا في السنة. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. لكن مع هذه الحقوق فزوجها يقدم على أي أحد أيا كان، من والد ووالدة، ابن، عم، أخ. قالت عائشة رضي الله عنها أرضها: يا رسول الله، من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها هو أحق الناس بها، فهي لا بد أن تسمع وتطيع له. فإن قال المسألة عندي لا تذهبي، لا تذهب، ولكن لا تقطع الرحم، تتصل، تبعث بهدية، يكون هناك وسط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وسط الأرحام قد يصل بأدنى الأمور. قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وقال لأقاربه هم من أهل الكفر: قال لكم رحم، أبلها ببلارها. فهنا المسألة قد يكون وصل الرحم بشيء يسير، كما قلت، بالهدية، بالاتصال، والهواتف الآن قربت المسافات، لكن تسمع وتطيع لزوجها. وإن كانت طبعا بعيدا عن السؤال، وإن كانت جعلت بعض الأسر بعيدين كل البعد عن بعضهم. أي نعم. البعض في نفس المجلس وكل واحد في وادي. أي نعم، بالرسالة، الرسائل في غرفة أخرى يبعثون بالرسائل، وليته يراسل أهله، لكن حدث ولا حرج إلا من رحم الله. لكن الحق، أنا أقول صلة الأرحام من أفضل الطاعات، لكن الآن أعظم من يقدم في هذا الباب هو زوجي. الزوج حقه عظيم على زوجه، على زوجي. نعم. تقول يعني لها أخوان، ربنا يشفيهما ويعافيهما يا رب العالمين، يبدو أن في مرض نفسي في علاج. العلاج ده بيعمل بعض الاضطرابات، يجعل بعض الإخوة أو الأخوين يعني مسألة الصلاة في البيت لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فإن انتهى من الدواء شعر بالتعب، وهذا الذي يجعله يذهب إلى المسجد، فهل يستمر في الدواء؟ شيخ كريم شفاه الله عافاه. ما فهمت يعني. هو يأخذ علاجا، هذا العلاج يجعله يصلي في البيت. نعم. لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد. علاج نفسي. يشعر بالخمول. بالخمول والتعب والفطور فيصلي. هو في مرحلة ضيق، يعني يحزن أنه لا يذهب إلى المسجد. لو انتهى من العلاج أو امتنع عن العلاج هذا يتعبه أكثر وأكثر، فهل يستمر في العلاج ولا يصلي في المسجد ويصلي في البيت، أم ماذا شيخ كريم؟ وطبعا أنا أقول أنه الصلاة في المسجد من أعظم الطاعات، وهي كما قلنا يعني مهلكة للسيئات والخطيئات، وفيها رفع في الدرجات، كما بيّن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الآن الشرع حيثما كانت تسير فثم شرع الله جل في علاه، والمسألة دائرة على الاستطاعة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال عمران لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على البواسير، فقال له: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة، عليه الصلاة والسلام، وهو ناقل الشرع الأصيل. لما سقط من على فرسه بأبيه وأمه وجحشت،
فخذوا وجاء الناس يعودونه، كان يصلي في البيت صلى الله عليه وصلى بهم في البيت وصلى بهم، فهو مرضه عذر، فالأجر تام غير منقوص بفضل الله، لأن النبي بيّن أن الله يوكل ملكا يأمره أن يكتب له أجره صحيحا مقيما، إن كان مريضا مسافرا فيكتب الأجر صحيحا مقيما، فأجره ثابت بإذن الله، ونيته الطيبة التي تتكلم عنها في هذا الباب تعجل له بالخير. لكن أنا أرى أنه لابد أن يأخذ الدواء ويصلي في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والأخذ بالسبب صار إن لم يكن واجبا فصار متأكدا عليه. صلى الله عليه وسلم يعافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب الشيخ. الله يبارك فيك. يا رب يحفظك. الله يخليك. بعد إذن حضرتك بس هم ثلاث أسئلة. يجوز صلاة الضحى أصليها والظهر بيأذن عليا، وصلاة العشاء قبلها أربعة وبعدها اثنين كده صحيح؟ وفي حاجة بس كنت عايزة أتأكد من فضيلة الشيخ، يعني في إنسان بيبقى ماشي طقي وماشي صح وصلاة وصوم وكل العبادات بيأديها وكل حاجة، ومرة واحدة بيقع في معصية، هل المولى عز وجل بيبقى بيهيئ له الأسباب عشان يمتحنه يشوف هيقع في المعصية دي ولا لأ؟ طب ولو وقع فيها كده ما بياخدش الأجر، ولو ما وقعش فيها كده بياخد الأجر كامل؟ وشكرا يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله عنا خير. واياك، الله يرضى عنك. تفضل يا فندم. عندي عده اسئله. نعم، تفضل. السؤال الاول: توفى والدي ووالدتي، الله يرحمه. توفي والدي ووالدتي، وكان اربع اطفال كسر، ثلاث بنات وولد، حضر الزواج لاحدهما يعني بعد البلوغ لاول بنت. طبعا تم الاتفاق، يعني كان بلغ ساعتها اثنين فقط، فاتفقنا مع الولي ساعتها ان الزواج المال الزواج للبنت يكون من على الرؤوس، يعني المال في ارض او مواشي وهكذا، فالمكسب بيجي مثلا المال الساب الموجود تتزوج من المال اللي موجود على الرؤوس كله اللي هو ميراث كل القصه، وهكذا البنت الاولى وبعدين الثانيه. لكن بعد ذلك جه اخر بنت، المال الموجود لم يكفي، يعني الموجود فهنضطر نبيع من الاساسات نفسها سواء ارض او كده. فانا حسبت قيمه مثلا القائمه البنت الاولى والثانيه، فوجدتها مثلا تساوي كذا جنيه. شفت ساعتها قيمه الذهب لها كان كام، لقيته مثلا كان دي 130 جنيه جرام، فمثلا ديت خدت ما قيمته 100 جرام. سؤال يا اخي الله يرضى عنك. ايوه، السؤال ان هو انا عملت كده عشان البنت الاخرانيه اللي هي يكون لها قيمه الذهب وليس قيمه الفلوس، لان كده هشوف قيمه الفلوس هيجيب لها قيمه العزال زي اخواتها دلوقتي، لقيته مش هيكفي خالص. فهل دي في اي حاجه؟ انا نسبت قيمه الفلوس اللي اخدت. واضح، واضح الكلام. حاضر، في سؤال تاني؟ هو عايز اسئله يا شباب، معلش عشان دي حاجه مهمه. السؤال الثاني كان مال في النيابه الحزبيه اللي هو مال كسر. بعد استلامه كان في زياده، سالت اللي هو في البنك وانا بستلمه، قال لي في، فقلت له اساس كمال اساس كذا والفوائد على الفلوس كذا. تمام. في سؤال اخر، هو في سمعت حد يقول لا حق في مال المسلم الا الزكاه، هل يعني فعلا ام ماذا؟ السؤال غير مفهوم. قاعد السؤال الثالث. تنبيه، يعني هو حاجه مهمه جدا، هناك بعض الناس من يقومون برش هرمونات ومواد على الفواكه في اوقات غير موعدها، ارجو من شيخنا ان هو ينبه عليهم، لان الناس بترش مثلا على المانجا مثلا بدري قبل فتره الحصاد بتاعها بحيث تصفر ويباع في السوق، والمواد دي مضره جدا جدا. نسأل الله العافيه. وهكذا في المواشي واشياء كتير، فارجو شيخنا ينبههم عن حاضر. ربنا يحفظك ويسترها علينا وعليك، في امان الله. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. ايضا شيخ كريم، هل يجوز قراءه الماموم في الصلاه الجهريه خلف الامام؟ يجوز. السؤال، هل يجوز قراءه الفاتحه، لكن يبدو انها مش مكتوبه، يعني للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ نعم، القراءة خلف الإمام فيها ثلاث أقوال. قول يقول بأنها لا يقرأ لا سرا ولا لا في السرية ولا في الجهرية،
وأن قراءة الإمام تكفي، قراءة الإمام قراءة المأموم، لا قول الأحناف قول الشافعية، وقول المقابل له قول الشافعية، وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء في السرية أو في الجهرية، حتى لو كان يقرأ لابد عليه أن يقرأ في سكتات الإمام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الأدلة في ذلك كثيرة، أنا سأوجز إن شاء الله في هذا الباب، لا أفتح ما تخاف. القول الوسط قول الشافعية، قول المالكية والحنابلة فرقوا بين السرية وبين الجهرية، وقالوا يجب قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية، لأن في الجهرية قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصتوا، وهذا حديث لم يصح، وقراءة الإمام قال المأموم أيضا حديث لم يصح، لكن تمسكوا به، والشافعية تمسكوا بقول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، وفصلوا الخطاب في هذا الباب بحديث فاصل في النزاع حقا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، والفجر صلاة جهرية، صلى الفجر وهو يقرأ أحد قرأ خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ خلفي من ينازعني من يخالجنيها، قال الرجل أنا أقرأ بسبح، قال لا تفعل، يبقى لا تنازعني لا تقرأ، أنت ما عليك إلا أن تسمع وتستمع. نعم تنصت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأم الكتاب، فرغه الفاتحة، إذن إلا بفتح الكتاب إلا بأم الكتاب، فعليه أن يقرأ، لأن الصلاة قوامها يعني وركن الركين يقرأها الواحد منا خلف الإمام أثناء قراءة الإمام للفاتحة. هنا الإمام يعني يقول الحمد لله رب العالمين، لا 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 يقول هنا الحمد لله هذه بأحوال الإمام. في حديث عن سمرة وتمسك به الحنابلة والشافعية أنه كان له ثلاث سكتات، السكتة الأولى فيما يقول فيه من دعاء الاستفتاح، السكتة الثانية بعد الفاتحة يعتبرها بعض الأئمة لا يعتبر أنا هذا هو يعتبرها لمن يقرأ خلفه، والسكتة الثالثة بعد انتهاء من القراءة، وإن كان المشهور سكتتان، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الانتهاء من الفتح من القراءة، لا من الفتح، من القراءة كلية لكن حديث سمرة ييسر الأمور، وأن الإمام يسكت السكتة هذه التي بعد الفاتحة فيعطي فرصة للمأموم أن يقرأ، إن كان كما حضرتك تصف بأن الإمام يقرأ ويصل القراءة ماذا يفعل المأموم؟ يقرأ، حتى ولو كان الإمام يقرأ ويسمع نفسه وحتى ينتهي من الفاتحة ويسكت ويستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قراءة، قال لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، وقال له لا تفعل، لا تقرأ مع قراءة الإمام، لا تنازعني إلا بأم الكتاب، يعني اقرأ بأم الكتاب في هذا، وهذا والله أعلم الأقرب إلى الأدلة والأقرب إلى الصواب أن يقرأ الفاتحة. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عندنا سؤال متعلق بالأضحية. نعم. هل يجوز اشتراك غير مسلم مع مسلمين في الأضحية بصبع؟ يعني ستة. هي الأضحية لمن يا أخي؟ للمسلمين أم لغير المسلمين؟ هل تصح منهم؟ الله يرضى عنا وعنك. حاضر. فأمان الله. نعم شيخنا الكريم متعكم الله بالصحة والعافية. امرأة كبيرة مسن. أستاذ وليد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عزيز الحضرة. لا ارفع الصوت يا أستاذ وليد من فضلك. تفضل. سؤال بس. حضرتك احنا في مكان ريفي كده تمام، والخطيب الجمعة بيطلع بيصلي الجمعة يعني كده في المسجد، والعدد ما بيزيدش عن 12 أو 13 فرد في المسجد صغير يعني بيقدر يديها كده. فأنا عايز نعرف الحكم إيه يعني لو سمحت. حاضر. الله يسعدك. هل تجوز صلاة الجمعة هتنفع كده ولا مش هتنفع؟ حاضر. ربنا يتقبل. جزاك الله خير. وإياك الله يرضى عنك ويحفظك. فأمان الله عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الصيام ولا الصلاة، أخرجنا لها زكاة الفطر ثم لا تستطيع إيش؟ لا الصلاة ولا الصيام، يقول لا تستطيع الصوم ولا الصلاة، أخرجنا عنها زكاة الفطر ثم إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان أو في رمضان، فما حلها في الصلاة مع العلم أنها لا تستطيع الصوم والصلاة؟ أنا لا أدري كيف لا تستطيع الصلاة، لعلها طريحة الفراش شفاء الله عافاها. الحكم شيخي الكريم شفاء الله عافاها وختم الله لنا ولها بالصالحات. آمين. الحكم أنه عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا قد فعلوه الحمد لله، زكاة الفطر أخرجوه عنها وهذا قد فعلوه وهذا واجب. سؤال في الصلاة والسؤال في الصلاة. أقول الصلاة لا تسقط بحال لا تسقط، فإن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين. والقاعدة الفقهية عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن استطعت أن تومئ فتومئ برأسها، ما في
يبقى بالعين. الصلاة لا تسقط بحال، بحال لا تسقط. فوجب على الأولياء والأوصياء يعني أن يعني يكونوا بارين بها، وأن يأمروا أو أن يأمروها بالصلاة، وأن يعلموها أن تصلي تومئ برأسها تتجه إلى القبلة في هذا الباب، وإن لم تستطع فحسب حالها فالصلاة لا تسقط بحال. أقم الصلاة لذكره بالعين حتى لو بالقلب، حتى لو بالقلب الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، خلافا لابن تيمية. جزاك الله شيخنا الكريم. الأخت الفاضلة تقول هل يجوز أنها تصلي الضحى، صلاة الضحى وأذان الظهر يؤذن؟ لا، فات وقتها، هذه عبادة مؤقتة بوقت، إن فات وقتها فاتت. وصلاة الضحى أفضل وأفضل أوقات لها حين ترمد الفصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، لكنها إلى قبيل الظهر، الوقت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، أي حين تسجر أو تسعر جهنم، فهذا وقت منهي عنه. لا انقطعت الصلاة هنا حين هذا الوقت، يعني لا تصلي في ذلك، لا تصلي، خلاص انتهى الموضوع. تصلي بعد الأذان سنة الظهر، هذه سنة الظهر ليست الضحى. الضحى ما بين طلوع الشمس بعد ترتفع قيد 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 رمح إلى قبيل الزوال. يعني قد إيه كده؟ 10 دقائق ربع ساعة قبل الأذان، قبل الأذان، أذان الظهر قبل أذان الظهر، وهذا وقتها، وإلا فقد فاتت. جزاكم الله خير. السلام عليكم. محمد، أهلا ومرحبا، تفضلي. لو سمحتي، أنا عقل الاستطاعة هنا بالنسبة للمرأة المسلة، لو عقلية غير حتى لو كانت لا تعرف الليل من النهار أو الأوقات الغريبة اللي يعني. اللي هو أنت حضراتكم أصحاب السؤال اللي أنا كنت سأله من شوية؟ لا، أوضح الفكرة، يعني إذا كانت ملك السؤال بالنسبة لي أنا، إذا كانت المرأة المسلة لا تستطيع أن تصلي المسنة والعقل يعني مش مدركة تماما، يعني ربنا يعافيها، غير أنها طريقة الفراش، غير أنها تجوزت المئة عام كمان، يعني مئة عام تقول ربنا يعطي الصحة والعافية، الله يختم لنا الله بالصالح، آمين يا رب العالمين. إمامة الصبي الأصحاب في كتاب الله عنده 10 سنوات وهو الأحفظ، ونزل من صليها لي أمهم أم لا، 10 سنوات ويحفظ القرآن. حاضر، شكرا، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل. جزاكم الله خيرا. وإياك، تفضل. أفضل الله منا منكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا رب. وسلامنا للشيخ محمد، بارك الله فيه. الله يرضى عنك، الله يحفظك. تفضل. شيخنا، يعني مسألة إنه حد اللي بيبيع بالتخطيط بياخد حد معاه ويشتري له الشيء ده، يدفع الفلوس وهو يحمل الشيء اللي هيشتريه ده. مش مفهوم السؤال. لا، يعني اللي هم يعني حد بيبيع بالتقسيط، يبيع بالتقسيط، حد بيروح معاه للمكان اللي فيه المبيع، يعني هو ما عندوش لا محل وهو مش تاجر بس معاه فلوس، بيروح مع الناس لحد مكان السلعه ياخد منهم فلوس ويشتري وبعدين يقسط. جميل، ده السؤال الاول. يعني هو بيمتلك السلعه بياخدها ينقلها، امتلك كده، بياخد اللي هيشتري معاه لحد المكان ياخد منه المقدمه، لو انا فهمت الكلام يعني صحيح، وبعدين يكمل. انا اريد اريد يسير في الطريق الصحيح. هل هذا الوسيط بياتي اللي هو مع المال بيستلم البضاعه نفسها ياخذها وينقلها عنده وياتي الراجل؟ نعم، يبقى اذا دفع بس بيروحوا مع بعض. لا لا يا شيخنا، لا خلاص فهمت، استاذي فهم ذلك، استاذي ربنا يبارك فيك. وانا اردت ان انا استوعب. جزاك الله خير، جزاك الله ادبا. السؤال يا شيخنا، بيت السؤال يا شيخنا، هات بيت السؤال. لو ان هذه الصوره غير صحيحه، لو ان هذه الصوره غير صحيحه وغير شرعيه غير مباحه، طب لو انا اعطيت مالي لهذا الانسان اللي بيبيع بالتقسيط بقى، هل انا كده صار مالي عشان يشغلوه لي يعني؟ هل انا مالي ده صار حرام عليا ولا انتفع بالمال واسحب فلوسي منه؟ الصوره وصلت يا شيخ احمد؟ واضحه، مفهوم. طيب السؤال الثاني، السؤال كمان بعد اذنك، اتفضل. بالنسبه لصلاه التسبيح، كنا عايزين الشيخ يكلمنا عن الحديث وعن حكمه وفقه يعني، وهل هي صحيحه او غير صحيحه يعني. حاضر، وجزاكم الله خير الجزاء. واياك. ابو عاصم، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل. كل عام وأنتم بخير، أسأل ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. اللهم أمين، وحضرتك والأمة جميعا، تفضل. بس أسأل بس أستاذ أحمد على الشيخ أسامة، هو بخير؟ طمنا عليه بس. والله الشيخ مريض، شوف الله عافاه، ندعو له بالشفاء. الشيخ دكتور محمد حسن عبد الغفار، الله يحفظه، يا رب يحفظه. والله إني أحبه في الله، لي بس تعقيب بسيط، يا ريت يتقبلني وسعة صدره. يا رب يحفظك من كل سوء. أحبك في الله يا شيخ. الله يرضى عنك.
حبك الله ويحفظك فيه. في بس حاجة بسيطة في مجالس العلم، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا ما يحرمناش منها وتواصلوا معنا على طول بإذن الله كده والبرنامج يدوم على طول. آمين. بس في حاجة بسيطة بس يا شيخ لو سمحت، موضوع صلاة الجماعة يعني أنت فضيلتك قلت إن هي ليست بواجبة. ماشي. يعني ما احنا ماشي مظبوط إن هي ليست بواجبة. ولكن يعني حال المساجد يصعب. دلوقتي حال المساجد الواحد بعد رمضان كده يخش المسجد يشوف صلاة الظهر أو يشوف صلاة العصر أو صلاة الفجر. نسأل الله العافية. فيعني دي هي صحيح انا ما عنديش خلاف في راي العلماء فيها ان هي ليست بواجب. الحاجه الثانيه برضو في حاجه برضو تعقيب برضو كان في بعض الحالات كده كنت عايز اتواصل معك بس ما عرفتش ادخل على البرنامج. موضوع الاطفال والمسجد انت قلت ان طبعا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فليس بالحرمان انه ما يجي المسجد. ولكن يا شيخ والله نقسم بالله عنا في المسجد هنا في القريه الصبيان معروف الاطفال بيعملوا في المساجد يعني قاد بعض الاطفال قاد حقه في المسجد يعني الطفل يقضي حقه في المسجد. هي تكلم الاب يقول لك لا ده مش حرام يا ريت ما في المسجد. فيا ريت يبقى في بس يعني السؤال يبقى في تعقيبه للحاجات اللي زي كده الحاجات اللي زي كده. طيب هذا ليس تعقيبا يعني نسال الله ان تتقبل منا يا شيخ وانا والله ليس بناقض وليس لكن والله احبك في الله ولكن ربنا يحفظك يعني توضيح على بعض الاشياء اللي في امان الله ربنا يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا والعلم رحم بين اهله والدين والنصيحه. نعم شيخي كريم متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخت الفاضله ايضا تسال عن لعلي سمعت صلاه الظهر سنه الظهر اربعه قبل الظهر وركعتان بعد صلاه الظهر. لا قالت العشاء. العشاء العشاء نعم اختلط علي في السمع. نعم شيخي كريم طبعا هذا لم يصح لم ياتي الاثر بذلك. قالت انه في اربعه قبل العشاء اثنين بعد العشاء نعم هذه ثابته انما الاربعه قبل العشاء ما في وبين المغرب والعشاء ست ركعات الحديث ضعيف جدا فيها لم يصح. والحق انما انا يعني نافله القول حتى تعرف النوافل التي ترتقي بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر من ثابر يعني ايش استدام من ثابر على سنتي عشرة ركعه في اليوم والليله بنى الله له قصر في الجنه. حديث ام سلم حديث ابن عمر 10 ركعات والصحيح هي زياده ثابته في هذا الباب. ركعتين يصلي ركعتين قبل الغداة أربع ركعات قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء. أما النفل المطلق فموجود لكن هي تقول في سنة قبلها وسنة بعدها للعشاء لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها فقط بعدها ركعتين صلي ركعتين بعد العشاء خلاف القيام طبعا لا القيام هذا أمر آخر. نعم في هذا الباب وهذا أفضل الصلاة. شرف المؤمن منوط بقيامه بالليل وقفة عند القيام وخاصة أننا خرجنا من رمضان وبعضنا لا يصلي القيام إلا من رحم الله إلا في رمضان. غفر الله للجميع. نعم غفر الله للجميع. الحق أن القيام شرف المؤمن. صحيح. وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال جبريل للنبي الأمين واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل سفرا وحضرا يدل على أن هذا من أعظم الطاعات في هذا الباب. وأنا دائما كنت أقول بأن الإنسان إذا اعتاد الخير قلل منه. إن كنت لا تستطيع والهمة كانت متوفرة عندما نجتمع جميعا والآن لا نجتمع قلل لكن لا 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 تعدم الخير لا تقطعه. أظن كان عمله ديمة حتى ولو بركعة ولو بركعة ركعتين ولو بركعة واحد. لا يتركها أحد لا يتركها حتى مضطجعا يصلي ذلك. يا الله منك الصدق فيزيد لك في هذا الباب. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل النبي وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فالقليل الثابت أفضل عند الله وأعظم أجرا ودرجة. جزاك الله خير فضيلة. أسأل الله أن يرزقنا علو الهمة. آمين. آمين يا رب العالمين وحب الطاعات. آمين. آمين يا رب العالمين. الإنسان كثير الطاعة كثير الذكر كثير الصلاة هو بشر ربما يقع في معصية. فإن غلبته نفسه ووقع فيها شيخ كريم فإن امتنع عنها هل يؤجر أم لا؟ أولا نحن نتكلم عن أنفسنا يعني الحق ما, يعني ما منا من أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لا وأي عبد شوف العموم هو الآن وصل للجميع وأي عبد لك لا ألم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كان رجل يعتاد على الطاعة بفضل الله فعلا أنا أقول الزلل في المعصية دون الثبوت عليها حكم عظيمة وكثيرة منها قطع العجب والكبر ليعلم أنه لما وفق ليس من عنديات نفسه ليس منه هو ولا من ذكائه ولا من حرصه بل هو بتمام توفيق ربه له. وأما أن يرى نفسه فهذا هذا أمر يضيع ويهلك. فهنا قطع العجب مع قطع سبيل الكبر بمسألة الزلل. الأمر الثاني أنه كلما زل وشعر بأنه تجاوز
المسكنة والفقر وانكسار القلب يرفع المرء عند ربه درجات، لأنه كلما انكسر فتح الله له أبواب أخرى ليتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيكون هنا كان بابا من الخير فتحا له أن يتعرف على الله جل في علاه، وكلما كان بالله أعلم كلما كان له أقرب وكان له أعبد في هذا الباب، فيتعرف على الله حق التعرف. والأمر الثالث أنه سيشعر بالآخرين. تعرف حضرتك لما أنا أكون بعيد عنك وأنا في طاعة وغيري في معصية، حضرتك تكون في الطاعة تامة وأنا في معصية وأنت لا تراني، ماذا الذي يحدث؟ يعني نظن بك فوق ذلك بإذن الله. لما تكون كذلك ماذا يحدث؟ قد لا تشعر بي وقد لا تشعر كيف تتعامل معي، هذا أنا جربته عملا، فلن تستطيع أن تجرني إلى ما أنت عليه، لأنك ستكلمني من علو بالضبط كالرجل من بني إسرائيل قال له أقصر. نعم. أقصر والله لا يغفر الله لك، لك بيتكلم من علو. من الذي يتألى عليه؟ ممتاز. نعم. فهو يتكلم يتعامل معهم كأرباب، فلما يكون هو انكسر وعلم بالسقوط والمعصية لما سيتعامل مع العاصي يقول في نفسه أنا وأنت سواء، وما أتمناه أنا أتمناه لك، وأنا ما أتمناه هو المغفرة، فأنا سأجتهد رأيي أن أجرك إلى المغفرة كما أجر نفسي إلى المغفرة. فهو يتجمع في هذا الباب شريطة ألا يثبت. صلى الله أن يتوب علينا. آمين. ويتوب الله على من تاب، هو هذا، ويبدل الله سيئاتهم حسنات. صلى الله أن يتوب علينا، على القلب. وكلنا هذا الرجل، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. آمين يا رب العالمين. الأخ إبراهيم يقول توفي، أنا آسف ألفت الانتباه لأنها قالت إذا العمل غير مقبول. لا لا، لابد أن نعلم أنه سامحني أن جانب مهم في السؤال. لا يقال بأنه عشان هي الآن أتت بالذكر وبالتسبيح وبالصلاة وعصت، يبقى معنى ذلك أن أعمالها غير مقبول، خطأ مبين، لسنا بمعصومين، خطأ مبين. وبعدين من الذي يقول بأن بالخلط؟ الله جل في علاه يعطي كل ذي فضل فضله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نعم. فمن يغفر الذنوب إلا الله. والأمر الله. الثاني الأمر مهم جدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا. سبحانه وتعالى. نكرة في سياق النفي تفيد العموم صغير وكبير، فما أحسنت فيه كتب وما أساءت فيه كتب وقد يمحى، لأن التي أحسن الأمر الذي أحسنت فيه قد يأتي على ما أساءت فيه فيمحوه. الحسنات يذهبنا السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. نعم. السر بالسر والعلانية بالعلانية. صحيح. فقال له لا إله إلا الله من الحسنات، قال من أعظم الحسنات. نعم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بها. أمين. مقتضاها. أمين يا رب العالمين. أمين. توفي عن ثلاث بنات وولد، يبدو أن الحمد لله البنت الأولى تزوجت، جعلوا الميراث مشاعا للتزويج البنات الثلاث، جزاك الله خير. زوجوا الأولى والثانية والمال لم يكفي لزواج الثالثة أو لتزويج الثالثة. يقول الأخ أو المتصل، يعني هم يزوجون من الميراث من لا من الريعة، من أصل الميراث، يبدو أنه من المال الموجود، في أصول وفي مال، فالأصول ما زالت باقية لكن المال انتهى قبل تزويج البنت الثالثة. يبقى إذن من نفس المال، من نفس المال هم رضا من الثلاثة. نعم، هذا يبدو أنه اتفاق فيما بينهم، جزاهم طيب. الله خيرا. نعم. يعني الأخ المتصل يقول قيموا المال بالذهب، يعني مثلا قال إن المال الذي يعني 50 جرام مثلا 100 جرام مثلا، لكن هو ما كان ذهبا، كان مالا، فهو قيم المال الذي أنفق في تجهيز الأولى أو الثانية بالذهب حتى يضمن تزويجك الثالثة بنفس القيمة تقريبيا. فهل هذا صواب أم لا شيخ الكريم؟ هذا إحسان صواب، ما إحنا لا 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 لسنا نبحث في أن هذا صواب أو هذا خطأ. نعم. فهمني حضرتك ليش؟ لأن التراضي حدث، دي كانها كمسألة تخارج، التراضي حدث على أن هم من المال سيزوجون المات وعلى أساس أنها تبقى عطية، وهذه ليست من الأب عشان نقول أن العطية لابد تسوي بين أولادكم في العطية. الاتفاق حدث بعد وفاة الأب. بالضبط. الله يرحمه. والمسألة بأسرها الآن، هذا يعتبر الميراث، هم اتفقوا ثلاثتهم أو الأربعة اتفقوا على تزويج البنات، يتكلف الأمر ما تكلف، لكن هو التقييم هذا جيد في شيء، ألا يحدث التنازع، ما تضع امرأة وتضع في نفسها والأخرى تقول ولما أخذت، لأن هي إن كان يعني كلف القيمة الشرائية للجنيه قلت بالضبط، فإذا هذه تكلفت 10,000 ستتكلف الأخرى ما يصل إلى 50 مثلا، صحيح كده؟ فالنفوس يحدث فيها ما يحدث، فلما حدث التقييم كان ذكيا جدا أدي فعل ذلك. ليش؟ لأن هذه حسم مادة النزاع، الفضل فيها هذا كان ناسب الجائز أو غير جائز، كما قلت المسألة
حدثت على التراضي وليس هذه من باب العطية ولا من باب تقسيم الميراث، لكن الأصل هنا بأنهم لما اتفقوا على التجهيز طيب هو حتى يحسم مادة، أو هو وفق لذلك حتى تحسم مادة النزاع فقيمها، بحيث أن المسألة هذه 10 أو هذه وصلت إلى 50 المسألة بالجرامات، أخذت 10 جرامات ذهب، هي أخذ 10 جرامات ذهب، سواء قلت أم كثرت حدث التراضي بذلك. جزاكم الله خير. إذن لا بأس ما دام التراضي موجود. موجود، ولأن الفعل هذا يمدح صاحبه فيه لأنه حسم مادة النزاع. بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد. المال في المجلس الحسبي يبدو أن هناك قصر، الفوائد الموجودة المتراكبة لا يجوز أخذها. أولاً المال في المجلس، هل يتركونها أم يأخذونها ويتصرفون المال فيها؟ المال في المجلس، في المجلس الحسبي لا زكاة فيه، هذه أول شيء. تمام. لأنه لا يملك منه شيء، الملك غير تام. لأنه قلنا الزكاة فيه ممكن بعد السنوات هذه يضيع. ويسأل عن الفوائد. هذه اسمها جواب الحكيم. الله. قال يا رسول الله فإذا عطشنا يعني شربنا هذا الماء أنا أتوضأ بماء البحر. فما سكتش النبي، ماذا قال؟ قال هو الطهور ماء الحل، ما دام ما يعرفش الوضوء يبقى اذا لن يعرف ان ميتة البحر تطعمه طعاما له، صحيح؟ فهو نقول له او اصاله لا زكاه فيه. الامر الثاني هو يسال عن مساله الفوائد، الفوائد لا تجوز بحال من الاحوال. طب ياخذها او لا ياخذها، انا متذبذب في هذا الباب، لكن الفقراء الان يعني احوج ما يكونون الى هذا المال فياخذه وينفقها على الفقراء، مع اني انا في صدري حرج كبير مفهوم. من الاخذ. انت حضرتك لك موقف من البنوك عموما يعني. نعم. جزاك الله خير. وإياك. الله عليك. مع اتفاقنا البنوك الاسلاميه فيها خلاف، وحضرتك مع الراي الذي يمنع. نعم. من باب الامانه في النقد. نعم. جزاك الله خير. شيخنا الكريم واياكم. بعض الناس مساله رش الهرمونات او المبيدات على بعض الفواكه لاخراجها قبل اوانها شيخ الكريم، وده موضوع يعني انتشر ويؤدي الى الكثير من الامراض، نسال الله. هذا ظلم مبين يا شيخ. نعم. هذا ظلم مبين ويحرم على الانسان يفعل ذلك، ولا بد من المحاسبه، نسال الله السلامه. نعم. وطبعا اذا علم يعني لابد ان ينصح، ان لم ينتصح لابد يحذر الناس ولا يشترون منه، نسال الله السلامه. هذا ظلم مبين يا شيخ. وهذه حتى قبل اوانها يكون فيها ما فيها من الاضرار العظيمه جدا، حتى على الثمره التي تضر بالبدن. نهيك على ان المبيدات نفسها تاتي ببعض الامراض التي تؤذي الناس، فليتقوا الله. تعجيل الماء، والله من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صحيح، نسال الله السلامه. ولا بركه في المال. الانسان اذا تدخل في خلق الله افسد، نسال الله العفو والعافيه. في صنع الله يعني. نسال الله العفو والعافيه. نعم شيخي كريم. لو الخطيب يخطب في مسجد، المسجد في صلاه الجمعه 12 13 واحد، حكم المشكلة هنا في المذاهب على الشافعيه والحنابله يرون عدد لابد ان يبلغ 40، لابد ان يبلغ 40. فمن كان مقلدا وجد ان هذا القول قول المذهب ياخذ به، ما يصلي الا في مسجد جامع الذي يجمع الناس. لا ناهيك عن الشافعيه قالوا ان المساجد الصغيره لا يصلى فيها، يصلى في مسجد الجامع. وان كان يعني المتاخرون قد يعني اباحوا ذلك. الحق انا اقول ما في اي دليل صريح صحيح على الاشتراط. حكايه واقع الحال لا تثبت شرطا. ما يزود به الجماعة تكون به الجمعة، ما يزود به الجماعة ثلاثة حتى، يعني ثلاثة حتى خلينا أقل جمع سنين، أقل جمع سنين. لكن لما يزود به جماعة ثلاثة تكون الجمعة هنا يعني الجمعة هكذا بالوصف المذكور منعقدة على الراجع، تنعقد على الراجع، تنعقد على الراجع. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد، متعكم الله بالصحة والعافية. أمين. من يعني ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هي غير قاعده، المراه مسنه ولكن 100 عام ربنا يعطيها الصحه والعافيه. امين امين. فيغيب عقلها او غاب عقلها. اسال ربنا يكون هذا العمر المديد في طاعه الله جل في علاه، ونسال الله ان يجعلها من الصالحات القانتات وان يختم لنا ولها بالصالحات. اللهم امين. امين يا رب العالمين. مساله غياب العقل غاب التكليف، لما ممتاز. غاب العقل غاب التكليف. ممتاز. نعم ممتاز. العقل ناطق التكليف صحيح، لكن لابد ان الفت الانتباه، لأن في هذا العمر يأتي ويذهب، يعني نقول يفيق وإيش ويذهب العقل. فعند الإفاقة وجب أن تقوم بما عليها من العبادات، وعند ذهاب العقل مرفوع عنها القلم ولا نتعنى. يبقى عند الإفاقة نقول لها صلي، عندما تدرك وتأتي الإفاقة لابد أن تصلي، لابد. عند ذهاب العقل يعني أثناء وجود العقل
نعم والادراك نعم عند الافاقه والادراك لابد عليها الصلاه وجوبا على اي حال على قدر الاستطاعه غاب العقل لا تكليف. نعم بارك الله فيكم. نعم احسن الله عليك حفظ الله. طبعا انا لابد ان الفت الانتباه لامر اخر، وهنا عند الافاقه تغتسل على الحيطه من اقوال الجمهور في هذا الباب. اسال الله ان يعفو عنها يا رب. لو طفل يحفظ القران عمره 10 سنوات ما شاء الله ما شاء الله، هل يؤم الناس؟ على خلاف فقه من العلماء الحنابلة والشافعية، والشافعية يقولون انه يؤم، وهذا الصحيح انه يؤم لقول لفعل الصحابة الكرام واقرار النبي. عمرو بن سلمة كان عنده 7 سنوات وكان يحفظ القران، فقاموا لما ولدوه هو الذي يحفظ القران قدموه صلى، وكان الثوب قصير بعد شيء لما ركع او سجد المرأة قالت غطوا عنا استصاحبه. شوف هو يحكي بقى يقول يعني ما فرحت بعد الاسلام بشيء مثل ما فرحت بما انا فيه. لما حفظ القران قدموه لانه يحفظ القران 7 سنوات، فاتوا له بثوب جديد. شوف شوف العلم حتى رزق لاصحابه، والقران رزق لاصحابه. فاتوا له بثوب جديد ويقول ما فرحت بعد الاسلام بشيء مثل ما فرحت بهذا الثوب، ولانه كان مقدم فكان يصلي بالناس، فهذا دليل واضح جدا على انه يجوز ان يصلي بهم. جزاكم الله خير شكرا كريم ما دام حافظا للقران. صلى الله ان يحفظ ابناء المسلمين جميعا. امين امين يا رب العالمين. بيع بالتقسيط بهذا الوصف المذكور شيخ الكريم بتاعكم هو بالصحه والعافيه، هو ليس عنده دكان او لكن عنده مال، يذهب هو ومن يشتري نفس المكان الذي يريد ان يشتري منه وياتي بالسلعه ويبيع بالتقسيط وياخذ نسبه، ما حكم هذا البيع؟ طيب الفت الانتباه اولا في هذه المعامله في امر يعني هو ليس يعني عم اقول ليس بتاجر، هي كانها مؤثره في الحكم. صحيح. ليش؟ لانه سيكون ممولا ومقرضا فقط، هي حيله صوره من صور الحيله من صور دراهم بدراهم بينهما حريره. صحيح فاهمني حضرتك. لكن ان كان هو حقا صنعته التجاره، هو رجل تاجر حقا لكن لا يملك مكانا وهو يديد التجاره وهناك من يشتري فيذهب معهم، يصح اذا انضبطت الضوابط التي ساتلوها عليك الان، انه يذهب يشتري ويمتلك وينقل، مش يمتلك فقط، وينقل السلعه والاخر ياتي يشتري بعدها. يعني هو ياتي يقول له انا احتاج لثلاجه احتاج لسياره، فهو يذهب ويشتري ويمتلك وينقل والثاني ياتي بعد ذلك يتعاقد معه، فهذا بيع صحيح حتى وان لم يكن يملك مكانا. اما الصوره التي حضرتك سردتها انه يذهب معه ويعطيه المال يقول له روح ادفع وتصرف انت واشتري، فان حضرتك هذا ممول محض. هو بيقول له معاك كام او المقدمه المتفق عليها وياخدها منه في نفس المكان وبعد كده ويعطيه المال هو اللي يدفع وياخد السلعه. واحيانا بعضهم يعني لاني تاتيني بعض الصور من هذه الطرق. نعم. شيخي كريم. نعم. يعني ممكن يكون 2 جايين يشتروا منه. نعم. فمين اللي هيشتري الهاتف؟ يقول له فلان، يقوم مدي الثاني يقول له خد انا وكلتك عني انك تشتري له وخلاص، كانه اصبح وكيلا. عنه ولا اشترى ولا باع. نعم. هم 2 داخلين عليه، ادى واحد منهم المال خلاف اللي هيشتري. وبالتالي خلاص الجهاز ب 1000 جنيه انا بعت هديك 1000 جنيه هبيعه لك ب 1500 جنيه. وبتبيع. طب بس انا اسال يعني هذا الوكيل بيروح يشتري الهاتف وياخده ويبيعه له بعد ذلك الثاني؟ الوكيل ده ملوش اي علاقه. ما انا ساقول لك الوكيل ده جاي مع المشتري اصلا. انا دائما عندما اعرض الانصاف صح ولا لا؟ الشافعيه يرون بان هذا العقد صحيح. صحيح. نعم يرون ان هذا العقد بهذه الطريقه صحيح. ليش؟ لان الشافعيه اصول مذهب الشافعيه في المعاملات بالذات ان المساله على ان المساله على الظواهر. ظواهر العقود. ظاهر العقد ان الرجل اخذ المال وامتلأ، ولذلك البيع العين عندهم تجوز الا اذا كان في شرط مسبق. فهو اذا اخذ واشترى على انه وكيل فاشترى وقبض طبد الوكيل وباع للثاني صح البيع هنا. ده ان اشترى وان امتلك وباع ثم باع وباع. فلو كان الترتيب هذا مرتب. نعم. عند شافعية ان هذا صح، اما عند اصول الحنابلة اصول المالكية لا يصح من باب سد الذرائع. صحيح. حسب المادة سد الزريعة والتحايل موجود. لو فتح باب حيلة كبير. ابن عباس قال هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، لذلك قلت لحضرتك إن كانت صنعته التجارة ومعه المال ويفعل بالضوابط التي سردتها لك خرجنا من المسألة. جزاكم الله خير. فضلك. يبقى يشتري يمتلك ينقل يبيع. يبيع. هو أعطاه مالا بهذا الوصف المذكور شيخ الكريم لتشغيله استثمار. نعم. استثمارا. نعم. حكم الريع الذي يأتيه من هذا المال شيخي كريم. أولا المسألة هذه فرع عن أصل. نعم. إن أصلنا وقلنا العقد صحيح على الضوابط التي ضبطناها فالفرع صحيح والمال والريع صحيح حلال. فإن قلنا لا هذا تحايل على الربا، وهذا أكثر ما يحدث في السوق الآن هذا الباب، هذا تحايل على الربا حسب المادة الزريعة في هذا الباب حريرة دراهم بدراهم بينهما إيش
بينهما محرير او طبعا بزياده، فيكون الريع محرم عليه، لا يجوز، لانه المعامله بطريقه يعني هو يضارب مع تاجر حقيقي يبيع ويشتري. ممتاز. مش في باب من ما باش ممول اصيل كالبنك الذي يدخل ممول وهو يساعد هذا الممول. نعم. لا يعني يضارب وتعاون على اسم العدوان، لكن والريع الذي ياتي ليس 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 بجد. الافضل ان يضارب او يصحح له الطريقه، يقول له انا سالت والضابط الشرعي كذا، واحد اثنين ثلاثه. ممتاز. تلت. وده الافضل. نعم. ليش؟ لانه ده ينعش الاقتصاد. ياتي له يقول يا اخي ما لما نغلق باب الحرام وباب الحلال بجانبه؟ لما نغض الطرف عن باب الحلال؟ اغلق باب الحرام زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جانبه، يبقى اغلقنا الباب وفتحنا الباب الذي بجانبه. هذا هو. جزاكم الله خير. حكم صلاة التسابيح وحكم الحديث، الخلاف فيها عريض جدا، وانت تعلم ما شاء الله سنة هو أهل علماء الحجاز من نبلاء علمائنا المجددين يرون انها باطلة، وانه الحديث هي موضوع صحيح الراجح. 40 محدثا يصححون حديث صلاة التسابيح، اين نذهب منهم؟ وصلاة التسابيح صلاة صحيحة، أدين الله بذلك. كيفية حتى العد، ما العد صلاة العيد فيها عد، عد التكبيرات صحيح ولا لا؟ صحيح. الكيفية، وطبعا أريد الفضل بس، النبي ماذا قال لابن عباس للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له صليها في الأسبوع في اليوم مرة، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في العام مرة، أو في العمر مرة. هذه دلالة أنها عظيمة الأجر جدا. هي لها سورتان، ولو السورتان يطول شرح السورتين، أشرح لك سورة واحدة ونكتفي بها. نعم. إن أردت الثانية هذا لك. هو أن يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف الأصابع الثلاثة هذا خمسة، خمسة ثلاثة بكم؟ 15. يبقى 15 واقفا، ثم يركع يكبر، يركع 10 راكعا، احسب معي. نعم. ثم يرفع 10 رافعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم يسجد 10، ثم بين السجدتين 10، ثم يسجد السجدة الثانية 10، ثم عند القيام من السجدة الثانية قبل القيام 10، يبقى 75. صحيح؟ صحيح. طيب، ثم يقوم فيفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، يبقى كده 150. يبقى 150. يسلم ثم يأتي بركعتين تاليتين على نفس الطريق، على نفس النسق 15، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد فتحة والسورة، ثم يركع 10، ثم يرفع 10، ثم يسجد 10، بين السجدتين 10، ثم السجدة الثانية 10، ثم قبل القيام إلى الركعة الثانية 10، وهكذا إلى أن يأتي بالركعة الثانية، يبقى أتى ب 300 تسبيحة على 4 ركعات بينهما سلام. قال له صليها في العمر مرة، أدين الله بأنها صحيحة لا كلام فيها. ومسألة العد الذي يؤخذ عليه صلاة العيد في عد. جزاكم الله خير دكتور محمد، ومتعكم الله بالصحة والعافية وأحسن الله إليكم. أمين. لو معنا بعض الاتصالات يا أستاذ عدنان من فضلك، بارك الله فيك. الأخ عاصم، يعني أبو عاصم معذرة، يقول إن حضرتك قلت إن صلاة الجماعة على الراجح أنها ليست بواجبة، لكنه يبكي كما يبكي يا إنه يبكي. وأنا دائما ما أقول راجح يا شيخ، ما أنا دائما ما أقول نعم. راجح، وهذا ليس بصحيح، ليس ترجيحي أنا. ترجيحي أنا سأفصح عنه الآن. أنا أقول فرض كفاية، ما أراها فرض عين الذي أدين الله به، وهذا قال النووي وغيره أنها فرض كفاية ليست فرض عين. أنا ما قلت أنها ليست بواجبة، بل أنا أقول واجبه الآن بس على الكفاية، مش على العين، بقول بواجب بوجوبها، لكن إنصافا أنا بقول بالخلاف. هو أخونا الفاضل طبعا بيئن لأن المساجد قلب صارت خاوية. طيب أنا ماذا أفعل؟ يعني أنت الآن تريد أن أطرح قول العلماء ولا أنصف ببيانه، مع أني قلت أنه الحق لا يتعدد، لكن الحق لا ليس أحاديا. أنا حمل الناس على أحادية المذهب هذا له طماط أيضا، ما يجوز جر الناس على أحادية المذهب. فهمني حضرتك؟ أنا قد أقول المسألة فيها خلاف وأرجح، ويأتي من هو أتقن مني وأعلم مني ويبين بالدليل أن الراجح خف في غير الذي قلته، فيتبين له بالدليل أن الأقرب للسنة هو القول الإيش؟ الثاني. طبعاً هو والذي لا يصلي الجماعة قد ترك خيراً كثيراً، هذا لا خلاف فيه، أي 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 حرمة قد يتقاعس عن الصلاة كلياً. صحيح. يعني قد يستلب الشيطان الصلاة كلياً. شوف الخطر العظيم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا أحرقن عليهم بيوتهم. معلش أنا برضو لابد أن لأنه الذين يصرخون للجماعة. نأخذ اتصال ونواصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ أحمد. أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
معك احمد يا شيخ. اخونا احمد اهلا ومرحبا. الله يخليك يا شيخ، اني احبك في الله والله انت والشيخ. حبك الله يا حبيبتنا لاجلي، جزاك الله خيرا. تفضل. في سؤال لنا يا شيخ معلش معاك. تفضل يا فندم. السؤال الاول يا شيخ، انا قلت لزوجتي يعني لو رحت فرح بنت عمتك تبقى الطلقه الثالثه خلاص يعني كده. وهي ان شاء الله ما رحتش يعني. سمعنا يا شيخ؟ الحمد لله انها لم تذهب. والسؤال الثاني يا شيخ، في التكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز، هل يجوز يعني ترفع في كل تكبيره يدك؟ وجزاك الله خير يا شيخ. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية، حضرتك كنت ستفصل في القول. نعم. لا أنا بس أريد أن أقوي جانب من قال بأن صلاة الجماعة فرض عين. هم عندهم عمدة المسألة لا أحرقن عليهم بيوتهم، وأيضا حديث أتسمع الأذان كان أعمى رخص له ثم قال تعال، أتسمع الأذان؟ أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فإيش؟ فلبي. صحيح؟ السياق في حديث لا أحرقن على المنافقين، قال قال نو وغيره، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك الجماعة أيضا ويذهب إليه. فالمسألة مردودة، الأدلة كثيرة خلاف هذا صراحة. مسألة يعني عمدة الباب في هذا الباب، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لبي، انتهى. ولبي هذا أمر، وهذا الأمر الوجوب. لولا أن هذا الحديث منسوخ لقلنا فصل في النزاع. والحديث منسوخ لأن حديث عتبان بن مالك ظاهر جدا أنه لما كبر سنه وقال هو إمام للناس، قال يعني هو الآن يفصل بينه وبينه هذا الوادي، ما يستطيع أن يذهب يصلي بهم، فقال تعال إلى بيتي فصلي فيه أتخذه مسجدا. يبقى إذن هنا الآن سيسمع النداء ولا يلبي بإقرار من؟ النبي ذهب، وذهب أبو بكر، وذهب الصحابة يصلون عنده عندما جعل لهم طعاما وقدم الطعام. أولا قال لا، أين تريدني أن أصلي؟ يقدم الأهم على المهم. قال هنا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ليصلي هو في هذا المكان وهو يسمع النداء. إذن هذا الحديث منسوخ. نعم. جزاكم الله خير كريم الأمر، أنا أعلم أن في الجعبة الكثيرة نعم. الوقت يداهمنا، بارك الله فيكم. ومعي بعض الأسئلة قبل الختام. الأطفال والمساجد وما يفعله بعض الصبيان شيخي كريم. نعم في المساجد. نعم. قبلها أقول اذهبوا إلى المساجد. المسألة مختلف فيها، قد يرى من يرى بأن صلاة الجماعة واجبة أن يأثم من لم يصلي صلاة الجماعة، لا بد أن يبين ذلك. المحروم من حرم من صلاة الجماعة، وحرم حقا وقد يستلب الصلاة. صحيح. ومع ذلك عرضي للأقوال ليس تحجيرا ولكن إنصافا، لأنني أمقت حمل الناس على مذهب واحد. وبعدين كثرة الخطى إلى المساجد هذا كل ذلك الصلاة. بيان الفضل لا يمنع من بيان القول طبعا. هل أنا أهدر واحد مثل الشافعي أو مالك، أو هل أهدر كلام هؤلاء؟ ما صح. طيب إذا ننتقل إلى الصبيان. نعم. هو قال أيضا في التعقيب الآخر على أن الصبيان، أنا قلت أنه ما لا يصح طرد الصبيان من المساجد. أولا إحنا عندنا حديث جنبوا المساجد الصبيان والمجانين، حديث لا يصح في حال من الأحوال. والأمر الثاني، أليس عندنا من السنة ما يغنينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأمامة، صحيح؟ كان إذا قام رفعه، وإذا ركع وضعه، وسجد نفس الأمر. حسن حسين ركب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فأطال السجود. الرجل يقول، الصحابي الجليل يقول قمت خشيت أن يكون قبض النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. إيش اللي ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والحسين؟ طيب يقول كنت أصلي أقوم أريد أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي، يعني المرة أتت بالصبي والآن ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ريما إحنا نشوش ونحجب هذه الأدلة؟ نقول لا، الصبيان تذهب. وبعدين أصلا فيها ممارسة مهمة جدا، الصبي لما يعتاد المساجد، لا، الصغير على ما نشئ عليه، والخير إيش؟ عادة. نعم جزاكم الله خير. خير عادة. ما زلت خذ السؤال اللي عندك، ما زلت بس أبين المسألة. فإذا أقول أنه الأصل حمل الصبيان إلى المساجد أنا لا أمنعه، ولكن لابد أن يكون بضابط وتهذيب. جزاكم الله خير. والأولياء هم الذين يتولون هذا الباب. نعم شيخ كريم، سريعا لأن الوقت شبه انتهى أو أوشك على الانتهاء. أخونا أحمد أصلحه الله وأصلحنا جميعا، قال لزوجته أو لزوجته لو ذهبت إلى فرح كذا حتكون وقعت الطلقة الثالثة. الحمد لله أنها ما ذهبت، فهل وقع منه شيء؟ لا ما وقع خلاص. الحمد لله.
الحمد لله. إذن ليس عليه لا كفارة ولا أي شيء. ولا عليه أي شيء، وخلاص انتهى الموضوع، لأن هي معلق بشيء معين وسقط خلاص. الحمد لله وانتهى الموضوع. الحمد لله. واليمين نفسه سقط خلاص انتهى. الحمد لله لا شيء عليه. نعم. رفع اليدين شيخ كريم في صلاة العيدين أو الجنائز. خلاص في صلاة العيدين في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير. نعم صلى الله عليه وسلم. وردت السنة في ذلك. أما الكلام كله في الجنازة. لأن الجنازة قالوا الرفع لا يكون إلا في إيش؟ خلاف مش فاهم أنا الحنابلة على أن الرفع يكون طبعا في الصلاة، خلاف مع الأحناف مع الجمهور. الأحناف لا يرون إلا التكبيرة، تكبيرة الإحرام فقط يرفع، والباقي لا يرفع، لحديث ابن مسعود، ولم يصح عنه ذلك. صلاة الجنازة السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع كل تكبيرة في التكبيرات الأربعة. وورد بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع، وابن عمر أثري في هذا الباب ولا مخالف له. وأيضا قياسا على 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 الصلاة، لأن الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير. فإذا السنة رفع اليدين في التكبيرات الأربع للجنازة. نعم في الجنازة وفي الأعياد أيضا. طبعا الثاني ورد في الصلاة على مواضع أربعة. وورد أن الإنسان كان يرفع مع كل حتى بين السجود، لكن هذا ليس على الديمومة. ما كان يعني في بعض الأوقات الذي كان يلتزم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام استمرارا التكبير عند الإحرام كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، والتكبير عند الركوع، والتكبير عند الرفع، والزيادة على أبيه عند أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه في السنن أنه في عند الصعود إلى الثالثة بعد الثانية إذا صعد أيضا يكبر. فهذا الموضع الرابع الذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال، وورد أنه في كل تكبير وانتقال كان يرفع يديه، لكن ليس هذا على الديمومة، لأن أكثر من نقل فعل النبي اتفقوا على المواضع الأربعة التي تكلمنا عنها. نعم شيخي الكريم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أعتذر لحضرتك على التطويل، لكن ملزم أنا ملزم لتبرأ ساحتي. هذا مجلس علم. نعم هذا صحيح. نعم هذا صحيح. جزاك الله خير. فلنا أن نتعلم، ومن حق الناس أن يسألوا، ومن حقكم أن تجيبوا. نعم. ونحن نجلس ونستمتع ونتعلم منكم. هذا من حلمك وصبرك وأدبك. نعم شيخي الكريم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية، وعلمنا الله وإياكم العلم النافع. جزاكم الله عنا خير. آمين يا رب العالمين، وإياكم ورزقنا العمل به. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.